تفضل. الكذب رواه. ايوه طيب، الكذب في رمضان وفي غير رمضان لا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي رواية: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث صحيح في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. ما بجوز يكذب، ويخشى عليه في رمضان كونه يكذب، يخشى عليه، لأن يعني بعض العلماء ذهب إلى بطلان من يقع في الكبائر، من يقع في الكبائر، منهم الحسن البصري رحمه الله تعالى، يخشى عليه. لكن نحن في النهاية بنقول الزول ما يكذب لا في رمضان ولا في غير رمضان، خاصة زول يتعلم وينشر العلم بين الناس، لأن الذي يوصف بالكذب ويوصف بحق لا بالظلم، يوصف بالكذب ويثبت أنه يكذب لا يؤخذ عليه العلم ولا يلتفت إليه. هذه تفضل. الشيخ في زول يقول لك قول بعلم من الغيب، أنا قلت ما في زول، ما في إنسان بعلم من الغيب، قال في يعني من الغيب قال أصغر وأبلغ. قال شنو؟ قال في من الغيب صغر وأبلغ. قال في علم غيب أصغر وأكبر. التفصيل ذا ورد في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، هو تأليف عبد المحمود نور الدائم، هو كتاب باطل وصاحبه عاطل، وكذلك طريقته. وهذا الكتاب جمع مجموعة من الضلالات والانحرافات، وفي بعض تحقيقاته في النسخ الجديدة يقسمون الغيب إلى غيب مطلق وغيب مقيد، أو غيب عام وغيب خاص، أو غيب عام وغيب نسبي إلى آخره. يقسمون الغيب ويستدلون بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قالوا الآية دي بتبين إنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، وهي خمسة، أما غير الخمسة فيعلمها غير الله سبحانه وتعالى. وكلام باطل، لأنه في آية أخرى أطلق الله تعالى الغيب كله أو عمم الأمر فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل الغيب ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التقسيم ده هم يريدون به الدفاع عن شيوخهم. وبعد التقسيم بتاعهم ده الذي يريدون به الباطل، بعد تقسيم ده هم في النهاية شيوخهم بيصرحوا بأنهم بيعلموا الغيب كله. أيوة، قال قوماك نزاور، ده البراي الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. فهمت كلامي؟ وذاك في كتاب النور البراق تاع الختمية، ذاك قال تاع الختمية قال: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب شنو؟ تفصيلا وإجمالي. ذا كتمه مرة واحدة، ما خلى فيها شيء، ذا كله عارف كله. أما الغيب الذي نعلمه، لو جينا للتفصيل الصحيح، الغيب الذي نعلمه هو الذي جاء عن طريق الأنبياء والرسل، نحن لا نراه لكن نؤمن به. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون شنو؟ بالغيب. الجنة ما شفناه غيب، لكن نحن نؤمن بها لأنها وردت في القرآن، وردت في شنو؟ في السنة. لكن الرائحة، ونقول الرائحة وينها الشيخ؟ بعرفة بكرة بيحصل لك شنو؟ بعرفة. وده ذاته ضد كلامه، ذاته متناقض. مفاتح الغيب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، قال: مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، أو لا يعلمهن إلا الله،
ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. مش واضحة؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي كلها صوفية ملخبطين فيها، كلها ملخبطين فيها. الساعة صح، ما بقولوا الساعة بكرة ولا بعد بكرة ولا كذا، كم ملخبطين فيها. القادرية، كتاب في فيضاة الربانية في الماثر والأوراد القادرية، الحاج إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري قال عن شيخه، قال: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. دي لخبطة في القيامة، وإن كان ما من ناحية تحديد الساعة، لكن لخبطة في القيامة، لأن الله تعالى قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما الغيب، أما المطر، الخنجر، صلاح الدين بدوي الخنجر من النيل الأبيض قال: نحن في السودان عندنا شيوخ بدوا المطر، والمطر عاد إيه كده، قال: والمطر بحسب الطلب. مش يا شيخ آدم، الشيخ حامد قال له والله، وده بتستدل به ولا بترجع له؟ وده ده عامد ده قال كلها لخبطة والله الذي لا إله غير. نزل الخمس موضوع ده ما طويل، لكن في نهاية الأمر نعمل شنو؟ والله قال: والمطر بحسب الطلب. عجبك عجبك، ما عجبك مش أفتح بلاغ في الشرطة ده. ها؟ قال: المطر بحسب الطلب. قال تكون في أرضين بينات سرابة وتقند، قال: فيهطل المطر من ها هنا ولا يهطل المطر من ها هنا. سبب؟ قال: ذيل دفعوا البياض وذيل ما دفعوا البياض. الله قال في القرآن: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو؟ المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بنزل المطر الله سبحانه وتعالى. الأرحام ملخبطين في شغلتها، والله ملخبطين. عمش أقرأ ترجمة عوضة في كتاب الطبقات لمحمد والضيف الله، اسمه عوضة، الله يعوضك. والله عوضة ده جاءت مرأة قالت كبيرة من القواعد، قالت لي دار لي جنة، أدته فطير مكتوبة كذي في حرف العين عوضة، أدته فطير ودجاج وشنو ما بعرف وأسورة، أدته أسورة بتاعت الكرين ولا بتاعت اليدين عليهم الرب. المهم بعدين قال لها أرقدي في عنقريبي، دي وراجلة في عنقريب، في عنقريب بس يبشل لنا فرين نزل بخاف والله، وعنقريب ذاته في عنقريب بدي جنة، ده شاحن سامسون في عنقريب بدي جنة، ده فيه شاحن ولا شنو؟ لأن الصوفية دي لعلك الله ما بيستخفوا بعقول الأمة. في النهاية قال لها: أديتك ولد وأديتك بيت بجدادة بس، يعني دي باقي لك إن جابت له كريس بتسوي لها شنو يعني؟ والله إذا تديها أخ ولد وبيت وبعنقريب، عنقريب لخبطة كلها يا أخ باسم الدين والله الذي لا إله غيره. تمش قدام برضو ذكر رب العزة والجلال، قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. برضو الموت عندهم فيه لخبطة، برضو الموت عندهم فيه لخبطة. كتاب مزاهير الرياض عبد المحمود نور الدائم جاب لي قصة من الطبقات الكبرى للشعراني، قال واحد اسمه محمد الشربيني، قال له من ال... قال محمد الشربيني ولده أحمد أصابته وعكة واشتد مرضه حتى يئس الناس منه ويئس منه الأطباء، قال: فجاء ملك الموت لقبض روحه، هم قالوا عزرائيل، فقال له الشيخ محمد الشربيني:
ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ. قال فرجع وقام أحمد من وعكته وعاش بعدها 30 سنة. أدى 30 بعد ملك الموت جاءه، أدى ثاني 30 والله أو قوموا، المهم قوموا. وملك الموت بيجيك ثاني وفي زول بيشوفوا ملك الموت إلا الدار يموت، ده الموت ده إن شفته ثاني ما في رجعة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء شنو أجلها، والناس الجنب ما بشوفوه جنب الميت ما بشوفوه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الناس لخبطوا الدين والله، الصوفية ديل أي شيء ملخبطين فيه، علم الغيب ملخبطين، الدعاء ملخبطين، حجبات ركبوها في رقاب الناس ويديها وإلى آخره أي شيء، الحلف ملخبطين فيه. الملائكة هم مريحينهم، ملائكة ملائكة. صاحب النصرة العلمية ده قال عبد المحمود نور الدايم، قال باب استشفاع الملائكة لصالحي الإنس البشر يعني، قال في ترجمة عبد الرحيم المغربي، اسمه عبد الرحيم علي المغربي، جاب من الطبقات الكبرى للشعراني، قال حكي أن الشيخ كان جالسا ومعه بعض الناس من الحواريين أو من بعض الناس، فنزل شبح من السماء، في رواية شيخ، قال قاعدين في شيخ جاء من السماء ولا شبح في الحلق، قال ثم صعد فقال الحاضرون للشيخ لعبد الرحيم يا شيخ ما هذا الشبح أو الشيخ؟ قال هذا ملك من ملائكة السماء، من ملائكة الله تعالى، سقطت منه أفوى ووقعت منه أفوى فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له فقبل الله شفاعتنا فيه. ملك ملك، أنت بتشفع عليه ملك، والملك بيغلط، الملائكة عندهم وقت يغلطوا فيه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء السابع، لا يعصون الله ما أمرهم إذا جاء الأمر لوحده شمل الأمر والنهي، يعني لا بيعصوا الله في جانب الأوامر بخالفوها، ولا بيعصوا الله في جانب النواهي بيقعوا فيها كله. لذلك الناس دي لخبة الدين كله صوفية دي، في الصلاة ما متفقين معانا، في الصلاة تتقبط ويزدي الصبح يسكت في الرقعة الثانية، ايه كله تبليغ لخبطة، بعد الصلاة يشيل لك كبيرة يديها صفقة، حتى قال لكم منو كذي رسول عمل كذي صلى الله عليه وسلم، رسول بيدعو براو بيدعو للأمة في مواضع معينة، انت بتدعو بعد الصلاة ليه؟ صوفية دل في اي شيء تسبيح ملخبطنا، هو 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 كر 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 سبح لا لوب، ساري الليل القرد قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بيتفتش، كهربته العالية بتحرق تش، قال لك تشتش منو انت؟ والله كلها لخبة باسم الدين وبلاوي ثقيلة جدا يا أخ، تماسيح ما ريحوها، تمساح صوفية ما ريحوه، تمساح في زول بلاوي ليه تمساح؟ عليك الله في كلام زي ده، ده في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، قال واحد اسمه محمد الفرغلي، قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب، فجاء وهو يبكي إلى الشيخ، قال التمساح خطف ابنتي، فقال الشيخ اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. في تمساح بيعرف الفرغلي؟ والله. قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية حتى وقف بالقرب من باب الشيخ،
عرف بيته كيف؟ كان منا زي شبكة واحدة في تمزع. عرف بيت الشيخ كيف؟ أنا داري أعرف. قال فخرجت الشيخ وأمر الحداد بقلع جميع أسناني. قال لك الله أسنانه. قال الحداد عليم ربه جاب له شاكوش وجن. المهم الله افتح تمزع خشمك شغال كرو والتمزع واقف زاي والتمزع تعالى. قال الله فتران ذاته تمساح ودرويش. قال كسر لها أسنانه كلها. قال الله عليه طق 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 طق. قال ثم أمره بلفظها. قال لي مرقة وأكلها وقرمشة وانتهى منها. قال فخرجت حية مدهوشة. البيت بعد كانت في بطن التمساح مرقت حية مدهوشة. قالت في شنو أنا كنت وين؟ ها؟ يا اخي ما في بلاس. تمساح ده كمان اللي قال بشر ده بجيه ياكلوا بمزاج. اللي قال شطه شطه وبصل بياكلوا زي اللي قشده تغل فيه بمزاج. وقال لك يا اخي قال وقال فخرجت حية مدهوشة. فأخذ العهد على التمساح قال لا يعود يخطف إنسانا وهو حي. قال لي أنا قاعد في البلد دي تاني ما تخطف لك زول. أيوه. قال فرجع إلى البحر ودموعه تسيل. تمساح بكى أخذ لبك يا ذاته. زول بكى الشيخ ده أنا بخش معاه. بكى التمساح أنا بخش معاه. الشيخ ده بكى التمساح أنا بخش معاه. أي تفضل. المبتدع ده إذا كان داعي لبدعته فأنت تهجره وتحذر الناس منه. ها؟ لا لا ما تحضر له ما تحضر له. أما إذا كان من عوام أهل البدع فهذا تنصحه أولا. إذا قبل النصيحة فهذا تصافحه وتسالمه. أما إذا لم يقبل فتهجره تهجره وإن كان لا يدعو إلى البدعة. وهذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر التفصيل في المبتدع الداعي إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. لكن ذكر تفصيلا كنحو هذا التفصيل قريبا منه. لكن في كل الأحوال إذا نصح ولم يقبل إذا نصح ولم يقبل فإنه يهجر ويبتعد منه. أما إن كان من الأهل أو الأقارب فهذا حكمه آخر. إن كان من الأهل أو الأقارب وهو من عوام أهل البدع فهذا حكمه آخر. ده بتصل بحدود الشرع حدود الشرع. أيوة منع للدعوة في المسجد ده بدعة. لأنه يتقرب أحيانا إلى الله تعالى بهذا المنع كالمتصوفة وكأولئك الناس يتقربون إلى الله بمنع دعاة التوحيد. وهذه القربة لا شك أنها باطلة وأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان بل هي ضد الدين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ما عندك سؤال تفضل. أيوة على كلام الحسن البصري ذي بتدخل في المبطلات. لكن غيره من العلماء ذهب إلى أنها لا تبطل الصوم لا تبطل الصوم الغيبة. غيره من العلماء ذهب إلى أنها لا تبطل الصوم. لكن الإنسان في كل الأحوال يجتنبها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ذي الغيبة المحرمة. أما غيبة أهل البدع ففيها أجر فيها أجر وفيها ثواب. أيوة إذا ذكرت الصوفية أو ذكرت البرعي أو ذكرت غير بعض الناس بيعتبر دي غيبة ويقول لك أنت بتقطع في الناس. ودي ما من الغيبة المحرمة. دي العلماء قالوا من الغيبة المشروعة. لأن الغيبة كما أنها محرمة فبعضها جائز بل بعضها مشروع بل بعضها واجب.
ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة، في غيبة مشروعة، ومنها ذكر ستة أصناف: التظلم، من تمشي لقاضي وتحكي لي إنه فلان ظلمك، إن فلان ظلمك، أنت بتختاب وتقول فلان ده ظلمني، وكون تقول فلان ظلمني هو بيرضاه ولا بيكرهها؟ بيكرهها، يبقى دي غيبة، لكن جائزة لأنه للمصلحة. والتعريف، تقول وين بيت الأعرج وما بيرضى اللغب ده، لكن الناس ما بتعرفه باسمه إلا باللغب المعين، فبجوز للتعريف. ثلاثة، الإعانة على إزالة المنكر. يزول بتقول له مش لفلان ده، ده صاحبك بيقبل منك، صاحبك ده قاعد يعمل كذا وكذا وكذا، دي اسمها الإعانة على إزالة المنكر، فيجوز فيها، تجوز فيها الغيبة. رابعا، المجاهر بالفسق، زول المعصية تداسية ده ما تتكلم فيه، لكن ده الأصل، لكن الذي يجاهر بالمعصية فهذا يغتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المجاهرين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد المعصية فيصبح فيقول: فعلت ليلة كذا كذا وكذا. قال: يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه عن نفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك التحذير، التحذير من باب التحذير تجوز الغيبة، تحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أقوام بأعيانهم كما في البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل: إذنوا له بئس أخو العشيرة. وكان الوقت ذاك الرجل ما دخل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم فيه وهما موجود، بل هو في الباب: إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته رضي الله عنها، قال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره أو فحشه. سادسا، الاستفتاء، الاستفتاء، من تجي تستفتي تقول عندي أخوي وكذا وكذا وصفاته كذا وكذا والزول كعب من الناحية الفلانية، من باب الاستفتاء بيجوز شنو؟ أو تجي تقول عندي بنتي داري زوجها فلان، رأيكم فيه شنو؟ فالعارف فيه عيب بيذكر. فدي دي المواضع اللي بتجوز فيها شنو؟ الغيبة. عشان كده احنا نتكلم في الصوفية وفي الجماعة دي لأنه من باب التحذير. أيوه. هل هو في الأمر المتعلق بدينه وتدينه، ولا مثلا في كل أحوال الشخصية هو باعتباره تكون يعني؟ لا، في أمر الدين اختابوا، في أمر الدين يعني صاحب البدعة ده اختابوا في أمر الدين. ما تقول يوم ذاك لقيت المبتدع الفلاني وأكل ست عيشات، لو خليه أكل ست عيشات والزول ده بيشرب له جرد الكامل بتاع موية، ما حاجات زي دي ما تذكرها، لكن يتكلم في شنو؟ في بدعته، بس في بدعته ومنكر وإلى آخره. ده الأولى يعني، ده الأولى. طيب، لا، كونه يقول نعمة البدعة هذه عمر رضي الله عنه، ما دي ما بدعة بمعنى البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية ما لا أصل لها في الكتاب أو السنة، دي البدعة الأصلية، أو البدعة الإضافية كالتي تكون في الكيفية أو إلى آخره، ودي كلها ما بتنطبق على كلام عمر رضي الله عنه، لأن التراويح كانت مشروعة. التراويح كانت مشروعة ولا ما مشروعة؟ مشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس اليوم الأول، وفي رواية اليوم الثاني أيضا اجتمع الناس وازدادوا، في اليوم الثالث لما ازداد عددهم لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما واصل في التراويح مش لأنها ما سنة،
ما واصل فيها كجماعة لأنه خشي أن تفرض على الناس، هذا من رحمته بالأمة. فلما زال هذا المخوف منه وهذا المانع في عهد عمر انقطع الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمامين، يؤم هذا وأحيانا يؤم هذا، المهم. ثم لما أعجبه شأن هذه السنة قال نعمة البدعة هذه، فهي جديدة بالنسبة إلى من لم يفعلها يعني، لكن هي ليست من باب البدعة الشرعية وإنما اللغوية. اللغوية حتى في اللغوية ما بتنطبق على الأحكام الثانية. منو؟ لا شنو؟ أيوة ما بالنسبة للحكم العام. أيوة بالنسبة لي أنا أسمع. جزاك الله خير، جزاك الله خير. والله دي فيها تفصيل، فيها أشياء يترتب عليها ضرر وكذا، الزول ما يخش فيها، يتكلم في عمليات التجميل والأشياء دي يتكلم فيها. لكن رب العزة والجلال قال عن الشيطان ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، خلق الله. لكن في أشياء أحيانا عن طريق الطب ولا تضر، أما التي يفعلها هؤلاء النسوة مما يستعينون به على التبرج ويغيرون أشكالهم ويغيرون ألوانهم وفيه ما فيه من المحظورات، فهذه لا تفعل يعني، لا تجوز. والله إنسان يحلف بالله، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. لكن اللي بيقول أنا مرتي طالق لو حصل الشيء الفلاني، فذا بيلزم إذا حصل الشيء وكان ناوي الطلاق، الطلاق يقع. أي الطلاق يقع. أما الحلف بالشرف والحلف بكذا وكذا هذا من الشرك بالله تعالى، الحلف بالأشخاص والحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو أشرك. السب دين ده مرتد، السب دين مرتد. قال ابن تيمية رحمه الله في رده على الجهمية، قال في رده على الجهمية في الجزء السابع من الفتاوى وهو كتاب الإيمان، قال هم يقولون بأن الإيمان المعرفة التي تكون في القلب، فرد عليهم بردود، منها أنه لا يعقل ولا يجتمع أن يقول العبد بأنه يعرف الله بقلبه وهو يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب دين الإسلام وهكذا يفعل هذه الأشياء التي تناقض الدين ويقول بأنه مؤمن، دي ردة. ذو سب الدين ده مرتد، الواجب علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى. ومرته تطالب بالتوبة، إن لم يتب تتركه وتنصرف عنه، تتركه وتنصرف عنه. ماله؟ تمشي لقاضي، تشوف لا قاضي نجيط، تمشي سيخة ده ما نافع ده، بس يبدأ ده ما فيه خير، ما فيه خير، كان ما تاب ما تقعد معه. حديث من كان آخر كلامي لا إله إلا الله، لم يذكر فيه شهادة أن محمدا رسول الله، لكن ابن حجر العسقلاني رحمه الله
نقل عن المناوي أن الشهادة إذا ذكرت منفردة دخلت فيها شهادة أن محمدا رسول الله، إذا قيل لا إله إلا الله وحده فإنها متضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله. لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناه شنو؟ لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. والإنسان ما بيعبد الله إلا بطريق منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره. فلا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه وطاعته، وهذا كله داخل في الشهادة. فلما أن تقول لا إله إلا الله دي متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والله لو قال قص الله في القرآن دائما الزول يتحرى ألفاظ القرآن، لكن كلمة حكى الله دي وردت عن بعض العلماء، يعني بيستخدموها بيستعملوها، لكن الإنسان دائما كلما كانت ألفاظه أيوة خاصة في الكلام عن الله تعالى منضبطة بالشرع وبألفاظ الشرع فهو أفضل أفضل. أي بدل أن تقول كذا وكذا تقول قص الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال كذا وكذا. لفظة قص موجودة في القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص إلى آخره. أي تفضل يا ود النار، عندك تعليق؟ دي كلها من البدع، الأشياء اللي بيعملوها الناس في وسط التراويح بالميكروفونات والأئمة وكذا، يقروا صور معينة ويكرروها، لا ما أنزل الله بها من سلطان. لا بين التوحيد وبين السنة، وفي النهاية يقول لنا يا جماعة الناس تبقى على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ولا تبقوا صوفية ولا تبقوا أنصار سنة ولا تبقوا أخوان مسلمين، دي لا دي جيب عليهم قول لهم ما تبقوا أي شيء. إن هاج يقول لنا يا جماعة ما قلنا أبقوا كتاب وسنة مع السلف، أنتوا زعلانين مالكم؟ أبزعلكم بشو؟ أي لكن إذا مشيت مساجد في بعض المساجد وتكلمت في أعيان وأئمة قد تحت يعني قد في النهاية وقفوك أنت ووقفوا خير، لكن إذا قام فيهم من قام بالشر فده يرد عليه، يرد عليه، قام بالحزبية ودعا إلى الحزبية يرد عليه. بعد ذاك الزول بيتخير الوقت المناسب، لأنه الداعية يتعامل بالحكمة. أحيانا تكشفهم في مساجدهم، نعم في مساجد ترد عليهم، لكن أنت الآن في الغالب الشيء اللي نحن شايفينه في بلدنا دي أمشي المساجد والنازل الدعوة وصلة فاتت النين بغادي، عارفين الحاصل وحافظين حاجات كثيرة حافظين. أنت تمشي مساجد تتكلم في التوحيد وفي السنة وقول للناس أبقى يا جماعة مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ما تبقوا صوفية ولا أخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا جماعات ولا حزبيات ولا ولا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأبقى مالك. قام يشهد ومات في آخر حياته وعمره كله ما صلى ولا صام، ويسمع بالصلاة ويسمع بالصيام. زولك ده ما أسلم إلا في وقت الموت، لكن ده قبلية كان كافر. الذي يترك العمل بالكلية هذا ليس بمؤمن، راجع كتاب الإيمان لابن تيمية. الموضوع ده ناقش فيه فترة طويلة، ما بصلي وسمع الصلاة وعارف من الدين ده ما ليس من المسلمين، لكن ده تعتبر شهادته هذه، قد يتقبل الله تعالى منه إسلامه في آخر حياته، لكن قبل يوم نقول مسلم أو مؤمن. فضل. السؤال الأول،
بعض الناس قبل ان ينسوا يقول لك انه وصلنا على الحمد، هل هذا حلول؟ السؤال الثاني، في بعض الناس برضه بيشتغلوا من زي من السنه، سعر السنه زي الأول لا، ده شيء جرى في الألسن، يعني جرى في الألسن لكن ما عنده علاقة، ما عنده علاقة بالتذكر، وإنما الإنسان إذا نسي نسي يستعين بالله تعالى حتى يذكره، واذكر ربك إذا نسيت، لكن لا علاقة له يعني بهذه اللفظة التي تذكر. أما كونه تشتري بسعر وتبيع بسعر آخر حتى لو ضعفه، ده بجوز في الشريعة، ده الأصل إنه بجوز، لكن الناس إذا بقت في حوجة لطعام والطعام ده فيه مهلك ليهم عدمه، وإنت عندك بعد ده الواجب عليك شنو؟ تخرجه للناس، تخرجه للناس. جنة ما فيها المكاشف، ما دائرة، ده انتظروا يوم القيامة شوفوا المكاشف مين شوين، كان مشى الجنة بعدين شوفوا رأيه شنو هناك، من ما مشى بعدين شوفوا. أي وده زول ضال مضل منحرف. نحن لا نحكم على شخص بجنة ولا نار بعينه، لكن كونه يقول جنة ما فيها المكاشف أنا ما دائرة، هذا على من تشترط على الله تعالى مع على خلق الله. ومن الذي يدخل الناس الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أم نحن؟ الذي يدخل الناس الجنة الله تعالى. الزول بيشترط على الله، يا الله انت لو ما دخلت فلان الجنة انا ما بدخلها، ولا دار تثبت لنا انه المكاشف في الجنة ولا فلان في الجنة، هذه لا يعلمها الا الله تعالى. دخلوه بس خلوه لما تجي القيامة، ناس حيترك المكاشف وغيره يتعلق بالله سبحانه وتعالى، اذا اصر خلوه ده يشوف يوم القيامة اللي بيحصل شو، يعني انا ما عارف المكاشف مين شو، الله اعلم. إذا أذن المؤذن والفجر ما طلع والإنسان يعرف الفجر، فيجوز له أن يأكل إلى أن يطلع شنو؟ الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن الذي لا يعرف يكتفي بالمؤذن، يكتفي بالمؤذن. فهو واضح قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض ده إشارة إلى النهار، والخيط الأسود إشارة إلى الليل، يعني بيبقى في منظر معين، كأنه اختلاط بين الليل وشنو والنهار، كأنه الفجر بيظهر في علامة معينة. هذا الشيخ آدم. شيخ في سؤال لسه، ده مثلا انت ما بتعرف الفجر، لكن في زول ثاني بعرف وسالته قلت له هل قام؟ قال لا خلاص ما مشكله. ايوه اللي بيعرفه ده اذا صغى انت تاكل وتشرب لحد ما شنو؟ يظهر الفجر يعني. لا، في شريعتنا ده نهي عن السجود، عن كل أنواع السجود، في شريعتنا هذه نهي عن كل أنواع السجود. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بعدين في باب كبير اسمه باب سد الذرائع، حتى لو كان جائز فده ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ده لو كان جائز، لو، لكنه ما بجوز في شريعتنا السجود لغير الله سبحانه وتعالى. ايوه عبد الرحمن تفضل. ايوه اذا صايم وقايل انه المغرب دخل وما دخل وشرب واكل، هذا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. أما الفجر يختلف، الفجر إذا أكل أو شرب وهو يعني يظن أن الفجر قد طلع، أن الفجر لم يطلع وهو قد طلع،
فهذا لا قضاء عليه، لأن الأصل في الليل، الأصل في الفجر أنه بعد الليل، يعني الأصل الليل، الأصل إنك بتاكل وتشرب، ده بالنسبة للفجر. أما بالنسبة لهذا الأصل النهار والأصل الصيام، فلا يجوز الانتقال منه إلا بيقين، يعني إلا بيقين. صحيح، فهمت المسألة؟ بالليل إذا أكلت وصحيت لقيت الأذان أذن والناس يقيموا في الصلاة، تمسك عن الأكل والشرب وما عليك قضاء، تواصل في صيامك، لأنه الأصل الليل. أنت كنت في ليل ولا كنت في النهار؟ كنت في ليل صح؟ لكن لو بالنهار وانت قايل المغرب جاء ولا ما جاء، الأصل إنك قاعد في النهار، ما بجوز لك تنتقل بمجرد الظن، لما أنت ذاك كتب إنه جاء شنو؟ الليل بعد ذاك تفطر. فهمت المسألة؟ لكن ما تمشي تنوم في أوضة وتقفل الشبابيك وتقول شنو؟ تقول ده ليل وتشرب. عندنا واحد قريبنا كذي ودعمدنا الله يهديه، يقول لك ما تفتح الباب اصبر، بعد يشرب تب الله افتحه، يقول لك تفتح وتلقى الشمس فهو جاد نفتح لخبط هاي الله يهدي، وسي بدا يعقل شويه، تزوج وماشي كويس. العقبات ولا المعينات؟ العقبات منها الصحبة السيئة، من العقبات الصحبة السيئة، كما أن من المعينات في طلب العلم الصحبة الصالحة، أن تصاحب صحبة يعني من فيه خير، ومن يعينك على الخير، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أما الصحبة السيئة هي تصرفك عن العلم. كذلك من العقبات الكسل واتباع الشهوات وإن كانت مباحة، ذول اللي بيتبع النوم الكثير نوام وكسلان فما بيتعلم في الغالب. كذلك من العقبات بعض الصفات التي يتصف بها بعض الناس كالكبر، فإن الكبر يجعل العبد لا يتعلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، إلى آخره. كذلك من العقبات الحزبية، الذي يتحزب فإنه في الغالب يسعى في هذا الحزب، تلقاه شغال ولك أنا مدير المكتب وأنا السكرتير وأنا الشنو وأنا كذا وأنا المدير المالي، ده ما بيتعلم. إنما تتجرد للحق وللعلم وتترك هذه الجماعات فإنها من العقبات، هذه الجماعات الحزبية من العقبات. كذلك من العقبات الانشغال بأمر الدنيا، يوم كله دنيا شغل وإلى آخره، ونسات وضحك وأشياء، كلها من العقبات. فالإنسان يجاهد نفسه ويستعين بالله تعالى ويصاحب من يعينه على هذه، على الدعوة وعلى العلم، وكذلك يهيئ المكان الذي يتعلم أو ما يعينه على العلم، يكون عنده مكتبة في البيت، يكون عنده تسجيلات، ويطلب العلم على من كان على المنهج القويم ومن كان له علم من هؤلاء المستقيمين، يطلب عنده العلم ويتدرج في طلبه للعلم ويبلغ هذا العلم. إذا سب الدين جنبك بتناصحه، نحن ما حكام، لو حكام كان بيجيهن، لكن نحن ما حكام، فديت بس حدك تناصحه بس. لكن لو حكام في حاجات كثيرة، ناس سب الدين ديل والقباب وحاجات كثيرة كان مهم. نسأل الله التوفيق أن يوفق أئمة المسلمين. قال: نرجو التفصيل في مسألة المسح على الخفين. المسح على الخفين، إنسان يتوضأ يلبس الخف، والآن
قد ما يوجد الخف ينزل مكان الشراب عند بعض العلماء، فتلبس الشراب، وبعضهم من بعض الناس لا يرى ذلك، لكن بعد تلبس الشراب تكون متوضي، تلبس الشراب بعد ذاك إذا بطل الوضوء وجيت توضيت، لما تجي في الرجلين تمسح على شنو؟ على الخفين، تمسح على ظاهر الرجلين والخفين، وهنا يعني الشوارب الجوارب، لمدة يوم وليلة، ده بالنسبة لشنو؟ للمقيم، مسافر 3 أيام بلياليهن. نصيحة لمن يشاهد المسلسلات والأفلام المحرمة، نصيحة يتوب إلى الله تعالى. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. 1 2 إنسان يا جماعة مطالب يوم القيامة لو دار ينجو يجي بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو؟ سليم. والمسلسلات دي بتدخل أمراض في قلبك، زول بشاهدة كلامنا ده بعرفه، دخل أمراض في قلبك، تعلق بالدنيا، ومرات أحقاد تجاه الأهل أو بعض الأقارب، لأن ما مراعي ما فيها مراعاة للشريعة ولا كذا، وده غير التعلق بصور معينة، تشوف لك ممثلة معينة قلبك يتعلق بها سنين حتى تكون سببا لهلاكك. كما قال ابن عثيمين في شرح لرياض الصالحين، قال: رب نظرة إلى امرأة تعلق في القلب تكون سبب للهلاك. طيب بعد ذاك ما في حاجة اسمها مسلسلات دينية، والكلام اللي بيقوله محمد الأمين والجماعة ده كلام باطل ساي وتحت رقابة شرعية، هذا الناس طيبة جايبين مسلسل معلنين لمسلسل قبل فترة، هاستي لما تركب كوبري بتاع شنو المنشية ولا شنو، هاي تلقى اليافطة يا بنات وأولاد ولخبطة. ما في مسلسلات دينية أبدا، الدين ما في مسلسلات، في محاضرات دينية، ندوات دينية، دروس دينية، لكن مسلسلات دينية دي ما في الدين. كما قال الشيخ الجامي، قال: دخلوا أشياء في الدين، أناشيد دينية إسلامية إسلامية، معقولة؟ بعد شوية عجلة إسلامية وركشة إسلامية. ما حكم الموالاة والمعاداة من أجل كرة القدم؟ باطلة باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامة بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا. وقال في حديث آخر في صحيح مسلم: ولا تدابروا ولا تدابروا. ما بجوز إن الناس يتباغضوا تدابر إلى آخره بسبب هذه الفارغة كورة وكلام فارغ، ما بجوز، حرام حرام تبغض مسلم مسلما بسبب الكورة. الكورة ما تشاهدة، تضيع زمنك وفيها أشياء محظورات كثيرة، بل فصلنا فيها في موضع آخر. ما هي الطريقة المثلى لتبليغ الوالدين دعوة الله؟ البر ابتداء، والد ده بره تمام، كان الله اداك قروش جيه، أن الله اداك قروش الوالد ده قدر ما تجيه لا يا الله يعينك، واسلوب طيب وما تمين عليه، لأنه مهما تديه ما هو في النهاية أحسن لك. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. بعد ذاك الوالدة برضو تحسن لها، الوالدة دائرة المحنة والإحسان وتقرب منها، وأحيانا تجيب لها هدايا وتبرها وتطيعها. بعد ذاك الوالدة تتحرى الأوقات المناسبة، تحرى الأوقات المناسبة تناصح فيها، وكذلك الوالدة، وتجي في الونسات أثناء وتتونس معاهم تقول لهم: والله يا جماعة البلد دي فيها جهل، ناس يا أخي نادوا الأموات، والله قال في القرآن: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا كذي وصلت لهم الدعوة شنو
في الونسة، لكن كان جيتوا ترابة والله نحن تعلمنا ولقينا شغلتكم دي مجوبك كلها، ده بيقبل منك؟ تعلمنا ولقينا يا أخي أنت وأخي يا أخي بتعملوا في ده كله غلط وشغلتكم دي ما بتجي وفضحتونا مع الناس وأنتوا جهلة ووك، وأنا والله أكشفك والله لا بعرف أبوي لا بعرف غيره. بيقبل منك؟ الله يقبل منك؟ من هنا الدعوة دي ومن أخليها كان راسك ده دقيته بالسماء ومن أخليك دعوة بيقبل منك؟ انت برا ده والدك في النهاية، وقل لهما قولا شنو كريما، براها أبوك وقال لك ما تسوي نصيحة، قل له الله يعيني يا أبا وامش بغادي سوي نصيحة، جاء قدام الناس اداك كف ولا ضربك دي ذات نصيحة للناس ولا ما نصيحة؟ لما يديك كف وتدنقل راسك وتمشي دي نصيحة للناس ولا ما نصيحة؟ دي ذات فائدة للناس استفيدوا. قال لك أنا ما أشوفك تتكلم في الناس والتوحيد وكذا وكذا وكذا، تمشي تتكلم بالتي هي أحسن بتبلغ الدعوة، بعد ذاك هو بالراحة تجي تلقاه في وقت مناسب تجيب الشاي قدامه تخليه بعد يشرب عشان ما يكشحوا فيك، الشاي مسخن بعدين شنو؟ بعد يشرب تمام يتم شايه وتونسه تمام، تقول له يا باسي عليك الله، لو زول جاء ولدك ده الصغير ده كفت ودقاه قدامك بتخليه؟ يقول لك ما بخليه. طيب يا ابا الزول اللي اعتدى على العرض الزول بخليه او ما بخليه؟ طيب يا ابا كان لقيت زول نص الليل جاء طفر حرامي داير يسرق قروشنا يعتدي نخليه؟ لا. طيب يا ابا اعظم الدين ولا القروش؟ الله يعظم الدين. أبا في ناس بيعتدوا على الدين نخليهم ولا نكشفهم؟ ولا اكشفهم بس وخليه كذي همشي انت بعد ذاك شنو؟ اكشف اكشف بعدين نقول لا ما نحن الشغله دي الله يوفقه طايبه واحسن له. وبعدين جيت داخل البيت لقيت معاه اصحابه وكذي ونسهم خليهم، شفت اصحاب ابوك لما يشكروك لابوك موضوعك ده مشى بعد ده. كان اصحابه قالوا والله الود ده والله فلان ولدك ده اللهم بارك ده خلاص دي 80% ما حكم طلب العلم ودي. في حال عدم رضا الوالدين، والله المسألة دي فيها تفصيل كون انت تطلب العلم في حال في حال عدم رضا شنو الوالدين، المسألة دي فيها تفصيل. في نوع من الأبهات بيظهر لك انه ما راضي، لكن انت اذا مشيت وشاف محلك دي مهيأ للعلم وكذا وانت واصلت واطمأن عليك ده بعد شنو وبيرضى، ده في حالة زي دي تشنو تقبل على العلم ولا ترجع. لكن اذا كان الوالد لا يرضى ولك وسيلة اخرى تتعلم بها فالواجب عليك أن تتعلم بالوسيلة الأخرى. أيوة. لكن إن لم توجد وسيلة أخرى فطلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة لا سيما علم العقيدة. الإنسان في كل الأحوال يقدر، في زول والده محتاج له في البيت كبير في السن والدته محتاجة له ويشتغل في السوق وهم محتاجين له، ما في حالة زي دي هم يسافر لطلب العلم ويترك شنو والديه، وينما في بلدي يتقي الله ما استطاع يجيب التسجيلات ويجيب الأشياء ويحاول يتعلم وكذا ويجتهد ويبر والديه. لكن في نوع والده أموره مهيئة ووالدته وأحيانا هو في إجازة أو تم الجامعة أو تم الدراسة أو ما بيدرس أصلا وماشي دار يتعلم، والده بيظهر لي أنه ما راضي خوفا عليه، لكن إذا عرف إنه محل الماشيلادي محل آمن ومهيأ وكذا بيرضى، ففي حالة زي دي زول يقبل ويستعين بالله ويراسل والده ويستأذنه ابتداء في السفر ويراسله حتى يرضى عنه. المزال عن التهجد، الناس تكتفي بصلاة التراويح، ده المزال الذي أرجعه.
ما حكم السواق بالمعجون في رمضان؟ بيجوز بيجوز لكن ما تغرق. السواق بالمعجون قال في رمضان بيجوز لكن الزول ما يغرق، ما 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 يتعمد انه يبلع المعجون وكذا وكذا. من اين جاءت لفظة الوهابية؟ جابوها المبتدعة، جابوها المبتدعة لصد الناس عن دعوة التوحيد، وهابية ويريدون صرف الناس عن دعوة التوحيد. يقول لك ديل وهابية وديل كذا وديل مدعومين ودي طريقة خامسية ودي كذا ولي الناس مشددين وبعد شوية يفجرونه، ده كله باطل. نحن على السلفية الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو رجل دعا إلى التوحيد وكان صاحب علم وكان وكان، نحسبه الله حسيب. لا ندعو الناس إلى الانتساب إلى شخص دون النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصحابة ومن سار على نهجه. هو عالم جليل والناس تدرس كتبه ونحن ندرس كتبه وندرسه لأنه يدعو إلى التوحيد، لكن لا نعلق الناس به ولا بغيره من علمائنا من العلماء. عن قصر الصلاة في السفر وكم مدته؟ الصلاة تقصر في السفر. شيخ ابن باز قال إذا حدد تملخص فتاويه وغيره من العلماء أو من بعض العلماء، إذا حدد السفر حدد ماشي يقعد أسبوعين ثلاثة كذا، ده 4 أيام بلياليهن يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، المغرب ما فيه قصر والفجر أصلا ما فيه قصر. أما إذا لم يحدد يقصر حتى يرجع إلى شنو؟ إلى بلده، إلى بلده. أما إذا دخل في مسجد والناس يكملون الصلاة يكمل معهم شنو؟ الصلاة. تفضل. والله أنا في تسجيل كان قلت ده كله من البدع، لكن بعض الإخوة نباني إنه الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين استدلوا على إنه إنسان يقول رمضان مبارك بالحديث، فكونه يقول رمضان مبارك عند قول هذا عند هذين العالمين يجوز يجوز لكن رمضان كريم ودي ما ورد فيها دليل، أما رمضان مبارك فدي جوزوها. أي والله أعلم بالمسألة. والله يا زول يتعامل بحد طالب العلم يتعامل مع هذه الأمور واتصاب والأشياء زي والفيسبوك والحاجات دي يتعامل معها بحدود. أما الذي لا يضبط نفسه وتجعله اليوم كله في هذه الأمور وتشغله عن طلب العلم وعن الواجبات الأخرى يعرض عنها، لكن اللي بيضبط نفسه بيقدر يضبط نفسه عنده وقت معين وبلغ الدعوة وكذا وبناقش بعض الناس بعلم. الذي لا علم له لا يجوز له الدخول في شنو؟ في المناظرات والمناقشات ويتجنبها، لكن ترسل للناس حديث آية حديثا آية ومع الشرح والفوائد وبعض أقوال العلماء وبعض أقوال السلف في العبادات وفي التوحيد وفي الأخلاق وفي الرقائق وفي غيره مع التركيز على التوحيد والسنة، ده خير ده خير، لكن ما يسرف ما يكون وقته كله، يعني في اليوم نص ساعة ساعة وقلة، لكن 10 ساعات قاعد طق طق تكتب بجاي وجيبوا الشاحن محل ما تمش قلت له وين الشاحن بتاعكم، موضوع طويل بيضيع زمن. مثلا زول عنده لعبه في تليفون ولعبه في رمضان بيأثر في الصيام؟ والله ما بتبطل الصيام ولا كذا، لكن انسان خاصه طالب العلم يحافظ على وقته يحافظ على وقته، لكن ما بتبطل الصيام. ايوه ود النار. أيوة لفظة ظلم الله تعالى، صوفية ظلم الله تعالى، بعض الإخوة جزا الله خير نبانا لأنه اللفظة دي ما صحيحة،
لقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنا كان قلتها في مقطع أو في كم مقطع، المهم آخر مقطع في الحاج يوسف، فاللفظة دي ما صحيحة بتاعت ظلموا الله، صوفية ظلموا الله أو غير، لكن ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى وبالمعاصي، وأعني الذين يقعون في الشرك والذين يدعون إلى الشرك. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فليبلغ الشاهد الغائب. أنا كان قلتها في مقطع والآن يعني أتراجع عنها. فكان أيوة تفضل. في الإجازة ماله؟ والله صلة الرحم دي فصل فيها الشيخ العثيمين، قال صلة الرحم قال تجري مجرى العرف أو يراعى فيها العرف، قال الشريعة ما خطت حد معين، ما قالت كل شهرين كل شهر كل خمسة شهور كذا، قال لكن أزول يراعي فيها العرف، يعني عرف الناس الآن في المناسبات بيجتمعوا، لو ما لقوك في المناسبات معناه انت بيفقدوك، معناه بيحملوا في نفسهم عليك، فانت في حاله زي دي شنو؟ تسعى ما استطعت، اما الشيل فيه مشقه بعد ذاك مرفوع عنك، الشيل هل فيه ضرر عليك وما بتقدر عليه. بعد ذاك قال الناس ذاته في الرحم درجات، الزول كونه يصل خالته وكونه يصل ود عمته كونه يصل ود خالته بيختلفوا ولا ما بيختلفوا؟ اختلفوا، الخالة أقرب، الوالدين أقرب، وهكذا الوالدان، فالزول يراعي الأشياء دي. في بعض الأرحام صلتهم في السنة مرة أو مرتين كالأعياد، وبعضهم كل ستة أشهر، وبعضهم كل شهرين، ما عنده عدد معين، لكن إنسان يراعي فيها هذين الأمرين، الأمر الأول العرف، والأمر الثاني قرب الأهل، قرب الأهل تراعي فيها الحاجتين. في ناس عرفهم كونه انت في الإجازة ما تجي، ده ما قطيعة رحم، ما بشوفوها حاجة عادية، بقولوا الزول انشغل وما جانا وكذا وكذا، ما بشيلوا في نفسهم، لكن في ناس بتبقى حاجة في نفسهم، انت تراعي المسألة دي، والإنسان يعلم أهله. هاي تفضل. الصيام والصلاة عليها واجب، ما الدم ده يا إما حيض يا إما استحاضة، الاستحاضة الدم الذي يكون في غير أيام الحيض، في غير أيام الحيض، وده فرقه من دم الحيض، دم الحيض يكون ثقيل، يكون رائحته نتنة شديدة يعني ظاهرة، ويكون لونه قاتم، أو بخلاف دم شنو؟ الاستحاضة بكون أفتح، بكون أخف في الثخونة بتاعته في إلى آخره. فدم الاستحاضة إذا نزل يجب عليها الصلاة، تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم، صوم وتصلي وتصلي، إذا جاء وقت الصلاة أوقفت الدم بخرقة أو بشيء وتغسل مكانه وتصلي. الله التلفون الآن بحل كثير من الأشياء في الرحم، يعني ما يعتبر قاطع رحم طالما بيصلهم بالتلفون، ما قاطع رحم التلفون، حكمه الآن كحكم الرسائل، يعني زمان الرسائل إلى آخر الجوابات، هذا ما يعتبر قاطع للرحم ما دام يصلهم بالتلفون، لكن إذا استطاع يصلهم بنفسه ولو بعد فترات متباعدة أفضل. تفضل. الأذان قرب، خلاص بعد يتم خمسة دقائق تحمل. أصبروا كان بعض الصلاة بتجوا ذاته، أنا جاهز لكم ده الصبح إن شاء الله.
قلت احرقين الزول المشرك بصوم وبصلي ده تعبان زاي ما عنده شيء. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن بعد اللي بيلبس حجاب ده تنبهه تبين له اذا صر الان الحجاب فيه تفصيل. انا ما بنميل نذكر كل مره التفصيل، لكن اذا كان يعتقد ان النفع والضر في هذا الحجاب التميم هذا شرك اكبر. اذا كان يعتقد انها سبب وان الامر بيد الله وحده فهذا شرك اصغر، انها وسيله الى الشرك الاكبر. ده التفصيل ذكره على العلم. ايه بالنسبة للمسألة الأولى، ما دام هو وحيد في المنطقة وإذا تقدم الناس لجهلهم بعضهم بعضهم عنده عناد، لا عنده عناد ده وضلال وشركيات وأشياء ده ما يلتفت له، لكن بعض الناس لجهلهم يتركوا الصلاة بسببه. فلو كان إذا ما تقدم بيتقدم زول من أهل البدع ومن دعاة الباطل كالمتصوفة وإلى آخره ده يتقدم ولو مرق ناس من المسجد. لكن إذا لم إذا ما تقدم هو للصلاة يتقدم زول غيره ولو عامي وحافظ أكثر منه في القرآن وعقيدته صحيحة يترك العامي يصلي. بعد ذاك هو شنو؟ يبصر الناس بالدين ويرغب إلى أن ينصلح الأمر. أما زوجته دي يصبر عليها، يصبر عليها ويبلغ الدعوة ويتحملها. المرء إذا أبت النقاب دي اتخذ معاه كم وسيلة. أول شيء الدعاء، واحد المرأة أبت النقاب الدعاء، أدعو الله كثير قوم بالليل. اثنين الهدايا، يبلا هدايا كثير. ثلاثة الصحبة، شوف ناس من أصحابك من المستقيمين عندهم النساء زوجاتنا وأخواتهم مستقيمات خلوا يقربوا منا صاحبوها. ها سوقوني تعمل زيارة، أجر تاكسي كذا، كان ما لقيت جيبها لنا نحن في البيت وتعالي انت معانا بمشي معاك الديوان وبدخلوها بغالي. هاي امورك بتوضح ان شاء الله. بعدين لازم شنو؟ تشوف يعني صاحبات وكذا. بعد ذاك انت كل مره تعلمها تبدا كتب زي رياض الصالحين، كتب في العقيده برضو التوحيد وغيره، وترغبها وتعظم لها الدين وتذكرها بالاخره والجنه والنار والاشياء دي، وتعامل المعاملة الحسنة وتونسها وتضحك وإلى آخره، إن شاء الله أمورك بتوضح. لكن إن مشيت اتعنفت معاه وكذا وما في معاملة طيبة وما في دعوة وما في بيان وكذا قد تكون مفسدتها أعظم. جزاك الله خير. أيام المغرب جاء، أنا والله ماذا أيام منكم لكن أنتم تعبتوا عديد والمغرب جاكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.